ننتقل بقى للنقطة الأهم يمكن كمان أو من أهم النقاط، ويمكن احنا طول الأسبوع زي ما قلت لحضرتك أستاذ عبد الجواد بنتكلم على التعليم والصحة. في عندنا يعني نقاط عديدة في التعليم. ممكن امبارح احنا كان في فقرة مخصصة لهذا، كان ضيفنا زميل أحمد خيري واتكلمنا فيها طبعا على التعليم وخطة طموحة جدا للنهوض بالمنظومة التعليمية والثقافية وفكر الإنسان المصري اللي دايما كمان بينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأستاذ أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرح بانه في ضوء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، يمكن خصنا امبارح احنا اول ناس بهذا الخبر، وحرصها على توفير تابلت على اعلى مستوى من المواصفات والجوده لطلاب المرحله الثانويه ومعلميهم والاداريين في المدارس وفقا للاجراءات الجاده لاستلامهم وتوزيعهم. تم وصول الشحنه امبارح، واحنا يمكن في اثناء الفقره الشحنه وصلت الحمد لله، واستلامها من قبل وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. احنا هنشوف فيديو استاذ عبد الجواد ونرجع نعلق على هذا الشان. ابقوا معنا مشاهدينا ونهايه الاسبوع. دكتور طارق اتكلم على التابلت وقال ان دي تكلفته الماليه كبيره وده صحيح. احنا فوق الألف جنيه مش كده؟ كتير. ما انا بس عشان زمايلنا او الشعب المصري يسمع ده. انا هو متصمم للعمليه التعليميه اللي احنا بنعملها مش كده يا دكتور؟ بالظبط. نجيبه بمستوى معين وبقدرة تحمل معانا، بس انا بقول عشان ده رقم كبير قوي مصر دفعته لاجل خاطر ابنائها ولسه هتكمل في المراحل اللي بعد كده. صدر التكليف لهيئه تسليح قوات مسلحه بتعاقد على اجهزه التابلت لتطوير منظومه التعليم الثانوي لصالح وزاره التربيه والتعليم. تم التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم من خلال اداره النظم والعلامات لوضع المواصفات الفنيه المطلوبه. تم النشر على الشركات العالميه العامله في انتاج التابلت. ورد لنا اكثر من 64 عرض، تم تقييم العروض الفنيه المقدمه، وتم استدعاء الشركات المقبوله فنيا للمفاوضه والممارسه السعريه. كان في محددات بنشتغل عليها اثناء مرحله التفاوض، ان احنا عايزين نورد اجهزه التابلت بافضل اسعار وافضل مواصفه وافضل كواليتي وافضل مخطط زمني متاح. فازت شركه سامسونج بتوريد 708,000 جهاز من خلال مراكز الخدمه لسامسونج المنتشره في انحاء الجمهوريه. هيتم الصيانه وهيتم الضمان الفني للجهاز 3 سنوات. لما نقول ان العقد اتوقع تاريخ 29/7 والتوريد ابتدى تقريبا الاسبوع اللي فات، يعني في خلال شهر ونص معانا دلوقتي ما يقرب من 100,000 جهاز، فنقدر نقول ان التعاقد تم في وقت قياسي بالمقارنه بالتعاقدات المماثله. ان شاء الله باقي الكميه هتوصل تباعا تنتهي في خلال شهر اكتوبر ان شاء الله. الحمد لله النهارده بنبتدي نستلم الشحنه الاولى للاجهزه التابلت اللي هي تم توريدها من شركه سامسونج. اجمالي الشحنه كلها هي بس 708,000، ان شاء الله باذن الله دي اول شحنه في قرب ال 100,000. هنبتدي ان شاء الله عمليه التوزيع. التوزيع ده طبعا بيبقى ليه مراحل. المرحله الاولانيه ان احنا بنعد التابلت نفسه، ان احنا نحط عليه البرامج التامينيه والبرامج الخاصه بالعمليه التعليميه. المرحله الاولى ثانوي هي المرحله المختصه بعمليه استخدام التابلت، والحقيقه ان التابلت ده احنا راعينا ان هو يبقى اعلى مواصفه موجوده. شركات كتيره قدمت، يمكن قرابه 70 شركه في مناقصات مناقصه عالميه كانت موجوده، ساعدتنا فيها القوات المسلحه ان احنا نختار احسن جهاز تابلت موجود، وفازت بيه شركه سامسونج. وراعينا ان المواصفات بتاعت الجهاز تبقى عاليه عشان خاطر ده هيقعد 3 سنين مع الطالب، والطالب يقدر يستفيد بيه بامكانياته. الفانكشن اللي هي الوظيفه اللي هو زي ما احنا اتكلمنا في الفترات السابقه على منظومه التعليم الثانوي، ان اول استخدام للطالب ان هو بيبقى بيطلع على المحتوى العلمي اللي تم استثماره في التربيه والتعليم، وان المحتوى ده اللي موجود في بنك المعرفه بيقدر الطالب يبحث ويستفيد من متعه التعلم من البرامج التعليميه اللي هتبقى موجوده ومن المنهج المختلف اللي تم تطويره خلال الشهور السابقه.
دائما بنسعد بالاهتمام بالتعليم والاهتمام بالثقافة، وبنحس ان في امل يعني لما يبقى في اهتمام بالتعليم، خصوصا امبارح لما سمعنا الخطة ويعني استكملناها بهذا الفيديو المشرق، في امل ان التعليم حلو ان شاء الله هيتصلح في مصر، وبالتالي هيبقى عندنا بقى يعني ثقافة وتعليم وعندنا صحة جيدة. مجموعة من الأمال كانت بالنسبة لنا زمان أحلام يعني، بس الحمد لله إحنا في طريقنا للتحقيق. تعليق حضرتك إيه؟ يعني أولا عايز أشكر زميلي أستاذ أحمد خيري، لأنه في الحقيقة بيلعب مجهودا، يعني هو شغال صدادة للتعليم إنجاز التعبير، لأنه التعليم بيتهاجم، لأن ناس كتير جدا في الحقيقة مش من مصلحتها أن يتطور التعليم المصري. مش بس الناس كاره الوطن، لكن في ناس مستفيدة من الوضع الحالي، في ناس أصحاب مصالح، سواء كانوا بعض المدرسين، بعض أصحاب المدارس الخاصة، شايفين أنه التعليم الحكومي ما ينفعش يبقى قوي تاني، شايفين أنه قصة المنظومة بتاعت مافيا الدروس الخصوصية هتقتل يعني بشكل أساسي في هذه المنظومة. لكن خلينا أقول أنه ده خطوة تأخرت كثيرا في هذا الوطن، جهد كبير جدا للدولة تستحق الشكر عليه. فكرة التابلت والأداء التكنولوجي، ويمكن كلمة مهمة قالها الدكتور طارق شوقي، انه حتى لو لم تستكمل القصة التكنولوجية فالتعليم سيتطور، وده مهم جدا عشان ما جيش في وقت انا يتضرب كابل الانترنت فالناس توقف تبطل تعليم. فعايز اقول انه في شكل حقيقي للدولة، وده من استراتيجية بناء الانسان المصري الجديد اللي بيعملها سيادة الرئيس، ده واحد من الاركان المهمة فيها، ان احنا نصلح التعليم فيبقى المنتج صالح ومعطي ومفيد لهذا الوطن. اللي كمان خلى يعني لفت نظري واحنا لسه بنتكلم كمان امبارح في موضوع التعليم ده، ان احنا كمان مهتمين بقى بالاطفال الصغيرين اللي هم لسه داخلين المرحله المراحل الاوليه خالص من التعليم. يعني انا على ما دول يخلصوا هيبقى عندي مواطن مختلف تماما عن اللي احنا شايفينه دلوقتي. صحيح. مثقف، متعلم، عنده فكر، عنده شخصيه، عنده يستطيع يعني اتخاذ قرار، وده الاهم. صحيح. ودي فعلا هي هو ده بناء. صحيح. الفكر او بناء الشخصيه المصريه، الاستفادة وتبادل الثقافات وعودتنا للريادة مرة أخرى في هذا الشأن. سريعا أستاذ عبد الجواد، خلينا ننتقل لنقطة تانية. كان أحداث الأسبوع النهاردة كتيرة جدا، أحداث الأسبوع اللي